ما رواه أن أبا بكر قال في الغار: يا رسول الله، حزني على علي، حزني على علي أنه في فراشك لعلهم يؤذوه. فقال له النبي: لا تحزن، إن الله معنا، أي معي ومع أخي علي بن أبي طالب. هذه الرواية تثبت أن أبا بكر الصديق كان يحب علي وكان يخاف عليه من الإيذاء، فأنت جئت برواية أصلا ضدك. هذه النقطة الأولى.